أنا معانا على التليفون طبعا احد نجوم نادي الزمالك السابقين وكمان رئيس قطاع ناشئين نادي الزمالك في الوقت الحالي، كابتننا الكبير كابتن بدر حامد. مساء الخير يا ابو الكباتن. مساء الخير ابو كباتن، ازيك يا كابتن ابو العلا؟ ازي حضرتك يا كابتن، منورنا في كل نادي سنه الزمالك. وانت طيب حبيبي، ربنا يخليك. وحضرتك طيب يا كابتن. طبعا في الاول ببارك لحضرتك طبعا تولي منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. الله يبارك فيك يا كابتن واشكرك. انا ببارك لجماهير الزمالك الاول على البطوله الجميله ديت، وببارك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الاداره المحترم. وفرصه كمان ان انا اشكر كابتن محمد حلمي طبعا رئيس قطاع الناشئين السابق. طبعا احنا يمكن نشكر الكابتن حلمي على الفتره اللي قضاها، ونشكره شكر كبير لان هو بيشتغل بكل اخلاص، وبشكر كل رؤساء قطاعات اللي جم نادي الزمالك، لان احنا اولاد النادي واحنا بنلب الندى، النادي لما بيقول لنا تعالوا بنيجي على طول. طيب كابتن بدر، الحقيقه انا من الناس طبعا ولاد قطاع ناشئين نادي الزمالك، فانا عارف فضل قطاع ناشئين نادي الزمالك، عارف طبعا لما تربى جوه جدران نادي طبعا الزمالك والملاعب القطاع الناشئين والحاله اللي بيبني بيها شخصيه لاعب نادي الزمالك وهو صغير. ده يخليني اسال حضرتك ايه الاستراتيجيه الفتره الجايه اللي نعم موجوده علشان تعديل نعم المسار؟ احنا طبعا كلنا عارفين ان احنا يمكن خارجين من ظروف مش سهله بقالها نعم سنين طويله اثرت على كل نعم الاصعده. يعني نعم انا مثلا واحد من الناس عرفت ان ما فيش غير فرقه واحده اللي خدت بطوله تقريبا السنه دي في قطاع الناشئين، ده مش عاده نادي الزمالك، ودايما نعم نادي الزمالك نعم غني باولاده وبيطلع نعم ذخيره كبيره جدا من قطاع الناشئين، مش ده الطبيعي؟ ازاي اصلح المسار ده؟ ايه الاستراتيجيه اللي موجوده الفتره الجايه؟ شوف يا كابتن، طبعا زي ما انت قلت كان في تجريف للقطاع الفتره اللي فاتت، كان في ناس بتتسجل المفروض ما تتسجلش، كان في ناس بتلعب المفروض ما تلعبش، فاحنا عايزين نقلب الصفحه وما نقولش بقى الدنيا كانت بايظه زمان، لا احنا عايزين نقلب الصفحه ونشوف. حطينا استراتيجيه جديده للقطاع مدتها 4 سنوات مع الاتفاق مع مجلس الاداره المحترم بقياده الكابتن حسين لبيب والكابتن السيد حسين السيد، واتفقنا ان احنا هنمشي في المسار. اول حاجه كابتن، احنا عاوزين نطور المدرب، بالظبط. عملية تطوير المدرب دي اهم حاجة، اهم حاجة في المنظومة، لان المنظومة مبنية على المدرب، فاحنا لازم نعمل عملية تطوير للمدرب. دي اهم نقطة، اهم استراتيجية عملناها، انا عملتها الفترة اللي جاية ان شاء الله، وهنبتدي بمستر جوميز. انا محاضرات مع مستر جوميز ان شاء الله. تمام. اول حاجة هنبتدي بعد بكرة ان شاء الله مع مستر جوميز 3 محاضرات مع 3 ايام مختلفين مع بعض ورا بعض ان شاء الله، وانا 3 ايام بعد مستر جوميز ان شاء الله. الشهر اللي جاي جايبين حد من اجاكس، انا جايب حد من اجاكس ان شاء الله بعد موافقه كابتن حسين السيد وكابتن حسين لبيب. الشهر اللي بعديه برضو في حد جاي من السيتي، فكل الشهر هنعمل او شهر ونص هنعمل حاجه جديده ان شاء الله لتطوير المدرب، لان احنا لما بنطور المدرب بنطور لعبتنا. طبعا احنا عايزين نشتغل على عقليه اللعيب، اللعيب لازم نشتغل على عقليته، ازاي نحضره انه يبقى محترف، ازاي نحضره في التغذيه، ازاي نحضره ينام بدري، ازاي نحضره يحب النادي. فعمليه كبيره قوي يا كابتن. الحقيقه طبعا انا عارف قيمتها وعارف فضلها لو تمت نعم بامر الله زي ما قلت لحضرتك، عشان انا عشت الفترات دي وعارف نعم تاثيرها ومدى تاثيرها في تكوين شخصيه لعيب الكوره، خاصه لما يكون ابن من ابناء نادي الزمالك. ما بتخيل بقى لو مبني صح ومتعلم صح من ناس يعني حصل لهم تطوير صح نعم في المدربين، وكمان موضوع التغذيه ده طبعا عنصر لا يستهان به طبعا في طبعا الفترات الصغيره طبعا في السن دي طبعا ومحتاجه مراجعه شامله يا كابتن بدر نعم تماما نعم يعني. طب مستر جيزو ميز بنفسه اللي هيلقي المحاضرات؟ ايوه، انا قعدت معاه النهارده ومع الكابتن عبد الواحد السيد والكابتن حسين السيد، واتفقنا على كل الحاجات اللي هتتقال في المحاضرات. هنبتدي بازاي الشكل بتاع الفريق الاول، فازاي نعمم الشكل لقطاع الناشئين وخصوصا الفريقين اللي تحت الفريق الاول، بحيث ان اي لعيب يطلع يبقى هو عارف وفاهم التاكتكس اللي بيلعب بيه مستر جوميز. حاجات تانية كتير في الضغط، في الاستحواذ، في البناء، كل الحاجات دي احنا هنتكلم فيها مع مستر جوميز ومع المدربين ان شاء الله. وبعد كده هيبقى فيه شغل عملي في الملعب مع مستر جوميز ان شاء الله. طب حلو قوي دي، اصلا زي المعايشه اللي احنا ساعات في ناس بتسفر مدربين بره عشان بتسفر تعيشهم مثلا المدربين، احنا عندنا خلي بالك مستر جوميز ده اصلا تربيه رياضيه وكان محاضر في الجامعه هناك. يعني كمان اكاديمي. فهو قوي، اكاديمي جدا وقوي جدا. طب دي حاجه انا كويسه معاك جدا. النهارده الحقيقه، معاك اتبسطت جدا يعني. لا انا عاجبني ان انتوا حصل تنسيق على طول وقعدتوا مع بعض. طب كمان هل في كلام مع مدرب الاحمال؟ خاصه مثلا لو هو مش مصري، الفتره مدرب حراسه بعد المرمى. مستر جوميز، بعد مستر جوميز هيبقى مدرب الاحمال ان حراس شاء الله. المرمى. حراس المرمى مع كابتن عماد المندوب متفقين برضو على ان هنخش نشتغل الفتره اللي بعد الاحمال على طول. دي حاجه مهمه جدا، تبادل الخبرات يا كابتن ده مهم جدا. لازم يا كابتن، وانا من لازم الناس يا كابتن اللي دايما انا احنا عارف ان الزمالك كابتن جاب مثلا كام مدرب اجنبي اخر 20 سنه،
او اخر 30 سنه كتير. انا ازاي يقول لحد عندي وما استفدش منهم اقصى استفاده؟ مدارس مختلفه، برتغالي، اسباني، مش عارف، الماني، هولندي، برتغالي، الماني، برازيلي، كل الناس اشتغلت معانا بس ما حدش استفاد بيهم. محتاجه تنظيم. ما حدش فكر انه يستفاد بيهم. الحمد لله انا جالنا الهادي ان احنا نستفاد بكل الخبرات اللي عندنا. الناس مرحبه جدا، مستر جوميز مرحب جدا، ولقيته حافظ اسماء لعيبه صغيره في القطاع، وراح اتفرج قبل كده على اللعيبه في الماتشات في القطاع، فلقيت منه استجابه كبيره جدا جدا، ورحب جدا بالفكره، واتبسط قوي ان احنا فكرنا في فكره ان احنا هنتعاون مع بعض ان شاء الله في تطوير مدربين قطاع الناشئين. الفنيه خلال قد ايه يا كابتن؟ نعم، خلال قد ايه؟ اول محاضره هتكون بالاجهزه الجديده. ده يعني بعد بكره ان شاء الله. يعني خلاص، ده قدامنا ممكن بكتير بكره الاعلان. انا حطيتها كلها الحقيقه، والامور الطيبه الحمد لله، وان شاء الله اول محاضره بعد بكره بالاجهزه الجديده. وفي دعم طبعا اكيد قوي من كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد. والله يا كابتن ابو العلا، الدعم كبير جدا من كابتن حسين لبيب، اعضاء مجلس اداره محترمين، كابتن حسين السيد، حتى كابتن عبد الواحد النهارده، يعني حاجه محترمه جدا 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 بالترحاب اللي رحبوا بيا النهارده في الفريق الاول، وقعدت مع الراجل وخدت وقتي معاه. حلو قوي. فالحقيقه انا اتبسطت جدا جدا يعني. مفيش اسم ولا اسمين كده تحب تعلمهم من خلال قناه النادي؟ كل الاسماء هتبقى عندك ان شاء الله بكره، هتكون انت في ايدك انت ان شاء الله بكره باذن الله. طبعا ان شاء الله. الحقيقه انا من الناس بقى اللي مستعجل كمان، وان احنا ننقل القطاع كله لفرع اكتوبر، لان احنا محتاجين ملاعب اكتر، محتاجين فرشه مختلفه، محتاجين قاعده تكبر، محتاجين حاجات كتيره جدا، نظام تغذيه مختلف. احنا متاخرين في ده بقى لنا كتير. طبعا عندنا مشكله الملاعب، الملاعب دي من 15 سنه ما حدش لمسها، في صيانه، في صيانه. الحقيقه الكابتن حسين لبيب خد مبادره كبيره جدا لما اتكلمت معاه، وكلم سياده الوزير، وان شاء الله الامور طيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو كابتن. طيب، كل الدعم طبعا لحضرتك كابتن بدر حامد، طبعا رئيس قطاع ناشئين في نادي الزمالك، ونتمنى لك التوفيق يا رب في المسؤوليه الكبيره اللي على عاتق حضرتك، وان شاء الله تطلع لنا كده اجيال الفتره اللي جايه. انا عارف ان 4 سنين ده عمر على فكره مش قليل في قطاع الناشئين. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا كابتن بدر حامد. فكره ان 4 سنين دي تقدر تبني لعيب كوره، يعني لما تجيب لعيب عنده 15 سنه تشتغل عليه صاحي عنده 19 سنه يطلع فريق اول على طول. فال4 سنين دي مرحله مهمه جدا جدا في عمر لعب الكوره في السن الصغير ده، ولو اشتغلتها صح على مدار ال4 سنين هتلاقي عندك اجيال ورا بعض، يعني متواليه متتاليه ورا بعض، تفضل تبقى ذخيره للفريق الاول، تقدر كمان تستغلهم، تبيعهم، تعيرهم. بنشوف لعيبه تطلعها سنه ولا سنتين يرجعوا لك تاني ياخدوا خبرات سواء بره مصر او جوه مصر. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، واحنا اتاخرنا فيها كتير. كل التوفيق ليك كابتن بدر حامد، رئيس قطاع ناشئين في الفترة اللي جاية.